أهلا غدي وأهلا جينيفر وأهلا أصدقائي من كل مكان. تخيلوا لو أكو تطبيق على الموبايل ويظهر لكم شخصيات من الكتاب المقدس. خلونا نشوف هذا التقرير. اسمي صامويل. صامويل كم واحد يعرف قصة صامويل في الكتاب المقدس؟ كم واحد؟ بس احكي لنا قصتك، مو كلهم يعرفونها. أول شيء أحب أعرفكم على منطقتنا، كان يسموها جبل أفرايم. أبويا كان اسمه القانا وأمي اسمها حنة. حنة أمي أنا قارئ عليها. أهلي كانوا كل سنة متعودين يروحون لهيكل الرب على مود يعدوه بيقدمونا الذبائح. شلون شفت تجاوب الأطفال ويا هاي الفكرة؟ بصراحة الفكرة كانت مميزة، فكرة حديثة. شخصيات الكتاب المقدس اليوم كانت لها تفاعل مع الطلبة، الطلبة تفاعلوا وياها، تجاوب أكثر، استيعاب أكثر، الشخصية جاوبت على الأسئلة، الأطفال كانوا فرحانين كلش بهاي الفكرة. شو راح تسوين إذا التقيتي بأحد شخصيات الكتاب المقدس؟ أكيد أنا راح أسأله إنه إيش كان يسوي بحياته حتى أتعلم شيء من حياته، لأنه حياته كان حلوة وكان يعني دائماً ويا الرب، فأني هم أريد أكون مثلاً مثله. راح أفرح وأندهش وأحاول أسأله عن حياتي حتى أعيش مثله كنبي. قبل أي تطبيق أرسل الله لنا الروح القدس اللي من خلاله إحنا نقدر نتعلم ونفهم كلام الله. مع السلامة.